اهلا وسهلا بحضراتكم. كنا بدأنا من فترة سلسلة اسمها اعرف دوائك، بنتكلم فيها عن الادوية بالتفصيل. هنكمل مع بعض دلوقتي السلسلة ديت، وهناخد رقم 8 في السلسلة ديت، وهنتكلم عن دواء ادويفلام كبسول. يلا نبدأ مع بعض. المادة الفعالة لادويفلام كبسول هي ديكلوفيناك بوتاسيوم بتركيز 50 ملي. ندخل على المسائل المتوفرة لأدوفلام كبسول اللي فيها نفس المادة الفعالة ديكلوفيناك بوتاسيوم زي ما معروض قدامكم على الشاشة حاليا: أنتيفلام إقراص، أكتيفاست إقراص، كاتافلام، ديكلاسيوم، ديكلورابيد، أوفلام، دولفين، فلاميفاست، رابيفلام، رابيدوس، بوتافين، فاستافلام، زيتوكسانال. يبقى الأدوية دي كلها اللي فيها نفس المادة الفعالة ديكلوفيناك بوتاسيوم. ايه الميكانيزم بتاع أدوفلام كبسول او آلية عمله؟ بيعمل عن طريق تثبيط انزيمات كوكس 1 وكوكس 2 اللي هي اختصار لسايكل اوكسجينيز 1 و 2، ودي انزيمات موجودة في جسمنا، ودي بتساعد في تصنيع مواد مسؤولة عن الألم والالتهابات داخل الجسم. المواد دي بتسمى البروستاجلاندينز، وبالتالي البروستاجلاندينز دي لما تقل بتقل الالتهابات ويقل الألم داخل الجسم. ايه هي دواعي استعمال أدوفلام كبسول؟ مسكن لألام العضلات وألام المفاصل وألام العظام، مسكن لألام الظهر وتيبس الكتف والرقبة، كمان بيستخدم لألام الصداع والصداع النصفي وألام الأسنان وألام الأذن، كمان بيستخدم لألام الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات. ايه هي الاثار الجانبية المحتملة لأدوفلام كبسول؟ في اثار جانبية شائعة الحدوث، وديت برضو يعني ما بتحصلش كتير، او بتحصل تختلف من شخص لاخر، تختلف في حدتها وقوتها من شخص لاخر، زي الغثيان والقيء، الامساك او الاسهال، انتفاخ البطن، الشعور بالصداع والدوار والنعاس، الحساسية لمادة الديكلوفيناك، كمان الاحمرار والطفح الجلدي. دي اشهر الاثار الجانبية المحتملة لأدوفلام كبسول. في اثار جانبية نادرة الحدوث زي مثلا خروج دم مع البراز او دم مع القيء، الم شديد في الصدر، طفح جلدي شديد، الم شديد في البطن. ولو حصل اي حاجة من الحاجات ديت لازم التوقف فورا عن الدواء والتوجه الى الطبيب. ايه هي موانع استعمال أدوفلام كبسول؟ فرط الحساسية لمادة الديكلوفيناك، اي حد عنده حساسية من مادة الديكلوفيناك يبقى ممنوع استعمال الكبسولات دي. تاني حاجة مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والربو، او اللي عندهم مشاكل في التنفس او حساسية على الصدر، كل ده ممنوعين من أدوفلام كبسول او مادة الديكلوفيناك. برضو اللي بيعانوا من التهابات وقرحة في المعدة والقولون، أدوفلام كبسول أو مادة ديكلوفيناك ممكن تزود المشكلة عندهم. رقم 4 قصور الكبد الحاد والفشل الكلوي. رقم 5 اللي بيعانوا من زيادة نسبة البوتاسيوم في الدم. رقم 6 ممنوع أثناء الحمل والرضاعة، أثناء الحمل ممكن يسبب تشوهات للجنين وبيسبب مشاكل صحية خطيرة جدا، خاصة في آخر 3 شهور من الحمل. بالنسبة للرضاعة فهو بيمر في لبن الأم وبرضه ممكن يسبب مشاكل بالنسبة للرضيع. رقم 7 الأطفال أقل من 14 عام ممنوعين من استخدام أدوفلام. رقم 8 المرضى المتوقع خضوعهم لعملية القلب المفتوح. دي كده موانع استعمال أدوفلام كبسول. طيب إيه هي التداخلات الدوائية لمادة الديكلوفيناك او أدوفلام كبسول؟ رقم 1 مسكنات الألم الأخرى اللي هي فيها مادة الديكلوفيناك او اي مسكن اخر، لان الاتنين مع بعض بيزودوا من خطر الإصابة بقرحة في المعدة او نزيف في المعدة. رقم 2 أدوية ارتفاع ضغط الدم زي اللي بتحتوي على كاندي سرطان او لوسرتان او اي دواء من المجموعة ديت. رقم 3 مضادات الفطريات زي فلوكونازول او اتراكونازول او المادة ديت بوجه عام. رقم 4 ادوية القلب وادوية الضغط كلها بوجه عام، ما تستخدمش مع أدوفلام كبسول الا تحت اشراف الطبيب. رقم 5 ادوية الدهون وادوية الكوليسترول.
ندخل بقى على الجرعة وطريقة الاستعمال. طبعا لازم الالتزام بالجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج، ولكن هنقول بوجه عام الجرعة الآمنة لأدوفلام كبسول في الحالات المتوسطة ممكن يتاخد 50 ملي مرتين يوميا طبعا بعد الأكل، وفي الحالات الشديدة ممكن يتاخد 50 ملي 3 مرات يوميا. الكبسولة الواحدة بتحتوي على 50 ملي، وطبعا سواء مرتين او 3 مرات فهو لازم يتاخد بعد الاكل. اقصى جرعة من ادوفلام كبسول او مادة الديكلوفيناك هي 150 ملي جرام. بالنسبة للسعر فالعلبة بتحتوي على شريطين، سعر العلبة 19.5 جنيه وسعر الشريط 9.75 جنيه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة عن ادوفلام كبسول. لو في حد عنده اي سؤال ياريت يسيبهولي في التعليقات وان شاء الله ارد عليه على طول. شكرا لكم، كان معكم الدكتور صيدلي مينا إبراهيم.